تاتو على شكل قصة وثابتة طول الوقت، مش هتتشال ولا تتغير. كوافيرة بتفاجئ الكل باختراع جديد مش هتصدق اللي عملته. مقطع فيديو انتشر على منصات التواصل في الساعات اللي فاتت لميك اب ارتست قررت تفاجئ الكل بشكل جديد، وهي انها تعمل الزباين تاتو على شكل قصة، واللي هيدي شكل مختلف للشعر، يعني مش هتحتاجي لا تظبطيه ولا يتأثر بأي حاجة في الجو. التاتو ده عبارة عن شكل خصل الشعر وبيكون في مقدمة رأس الزبون. بحسب الكوافيرة قالت ان عدد كتير من البنات بتتعرض لمشاكل في الشعر، وان الحل اللي اكتشفته هو انها تعمل التاتو ده على هيئة خصل الشعر، خصوصا ان تكاليف علاج الشعر في الفترة دي مرتفعة جدا. وقالت كمان ان في عدد من السيدات بيعانوا من مشاكل في الشعر وبيكون نفسهم يعملوا الشكل ده، وطبيعة شعرهم ما بتسمحش، وعلشان كده اكتشفت انها ممكن تعمل التاتو، واللي ملوش ضرر على الصحة وليه فترة وممكن يتشال تاني بشكل طبيعي. الفيديو اللي نشرته الكوافيرة اظهر تجربة عملية للتاتو ده. واحدة من الزباين راحت للكوافيرة وقالت لها انا عاوزة اعمل الشكل ده، وفعلا حققت لها الكوافيرة اللي هي كانت عايزة، عملت التاتو زي ما كانت حبة، لدرجة ان الزبونة كانت مصدومة من اللي شافته وكانت في حالة انبهار، نفس اللي كانت عاوزة بالظبط. مش بس كده، لكن كمان ان ممكن يكون في تحكم في لون القصة، يعني تكون باللون الاسود ماشي او اي لون تاني ماشي، وكل ده بسهولة ومن غير اي ازمة. وان عمل التاتو ده ما بيكونش صعب او بيكون فيه اي نوع من الالم، بالعكس كل حاجة بتتعمل بسهولة جدا. بحسب الكوافيرة انها بيجيلها زباين كتير بتسأل عن النوع ده من التاتو، وانها في البداية كانت فاكرة ان مش هيكون في اقبال عليها، لكن اتفاجئت بالاعداد وناس كتير جربته وبيبان كأنه بالظبط زي الشعر من غير ما يظهر ان ده مرسوم او حاجة في مقدمة الشعر. ده غير كمان ان التاتو ده بيتم استخدامه في اماكن تانية، مش لازم يكون يعني في الراس او على شكل قصة، لكن في اماكن تانية في الوش. مقطع الفيديو حقق انتشار كبير على منصات التواصل في الساعات اللي فاتت، وسط تباين بين رواد التواصل على فكرة التاتو وازاي بيتم استخدامه. بعض المتابعين انتقدوا الشكل الجديد للتاتو، والبعض التاني دعم الكوافيرة، وقال المنتقدين باين قوي انه مش حقيقي وليه التعب ده كله، كانت تستخدم الشبكية او اي نوع شعر زراعة وخلاص، اكيد ليه اضرار وشكل مش احسن حاجة. طب ده تكلفته اقل من زراعة الشعر او غيرها من الحاجات التانية اللي بتملى الفراغات. لكن الداعمين للكوافيرة قالوا والله فكرة حلوة وتستاهل كتير، دي هتساعد والله الناس اللي عاوزة تعمل كده بس مش معاها فلوس للزراعة لان تكلفة العمليات عالية. انا في الاول فكرتها حقيقية، ما كنتش مصدق ان ده مجرد تاتو. تسلم ايدك بجد وعاش والله.